أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي لقيت النور بدمها فيها في كتاب الكامل الخلاص في صحبة أزهار حقت بالصدق حديث الإشراق وأتيت بأرسم لوحتنا شعر أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق فأثير براءتها سحر أمثال رزينة أخلاقي وجنى تسبيك ثقافتها تأتيك النبع الرقراقي الأخلاق فجوهرة تبدو كالضوء البراق وتفاؤل رغد يمنحنا بشرا في أقصى الأعماق والريوف تحلق مبدعة بسماء الإبداع الراقي وسجى تمتاز بإيثار وتبيع الفاني بالباقي مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق ومشاعل خلق جذاب وتحيط القلب بميثاقي لينا بالذوق تعاملها حازت إرضاء الأذواق ولدى الضراب بشاشتها تتهادى كالنهر الساقي هبة تتقدم واثقة في كل مجال خلاقي وطموح الغادة ميزها فاقت بالعزم السباقي هند بالعقل تميزها ترقى بالفكر الدفاقي مدرسة الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق نجلاء أدب مجتمع وتسير بخطو تواقي أنهينا اليوم محطتنا ونسينا كل فالصدر مليء بكلام هو أشرف ما في الأوراق آي الرحمن ستحفظنا وبها سنطير لآفاق أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق يا رب وحقق غايتنا فبدونك ليس لنا واقي فالصدر مليء بكلام هو أشرف ما في الأوراق آي الرحمن ستحفظنا وبها سنطير لآفاقي أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاقي يا رب وحقق غايتنا فبدونك ليس لنا واقي